بيخلي الشفايف حلوة حلاوة. هجيب بقى اي صباع روج عندي فاضي بالشكل ده، وهبدأ اعبي فيه المكونات بتاعتي. معجبنيش، خلاص. بصوا الكمية دي يعني تملالك 3 صوابع من اللي هو بتاع الروج ده. ودي كده هقفلها بالشكل ده كده، وعلى الفريزر لحد ما تنشف تماما، وبعد كده هطلعها استخدمها مكان الروج. حلوة جدا، بتورد الشفايف، بتنعمها، بترطبها، مش هنحتاج زبدة كاكاو مرة تانية، رهيبة جدا للشفايف. مساء الخير، اهلا بيكم. تعالوا النهارده هعمل لكم زبده كاكاو بالتوت، رهيبه، هتطري الشفايف جدا، هتمنع القشور، وكمان هترطبها جدا وتخليها في منتهى الجمال. زبده الكاكاو اللي انا هعملها دي لو انت استخدمتيها يوميا هتطري شفايفك جدا، وخلاص مش هتشوفي اي قشور في شفايفك التاني ولا تشققات للشفايف، وهتنعمها وتخليها زي الكريز. معايا بالشكل ده حبات من التوت كده قد 10 حبات او الكمية اللي عندك. انا عايزة بس 2 معلقة من مية التوت، تمام كده؟ تمام. هبدأ اجيب طبق عندي بالشكل ده كده، وهبدأ اجيب الطبق بالشكل ده، وهبدأ اصفي بمعلقة او باي شيء عندي. انا عايزة 2 معلقة من مية التوت. مية التوت دي جميلة جمال للشفايف، يعني زبدة الكاكاو اما اعملها بالتوت بتبقى حلوة جدا، من الحاجات الجيدة للشفايف كترطيب وكمان توريد للشفايف، تحفة جدا. لو عندك التوت البني او الاسود تقدر تستخدميه، حلو جدا برضو للشفايف، او لو عملنا بيه زبدة كاكاو هيبقى حلو جدا. بصوا، بس انا مش عايزة اكتر من كده، 2 معلقة كده من مية التوت بالشكل ده كده، وهضيف عليهم 2 معلقة من عسل النحل. وعسل النحل ده ترطيب عالي جدا، وكمان بيمنع لي تشققات الشفايف. كمان هضيف 2 معلقة صغيرة من الجريسلين اللي عملناه مع بعض قبل كده، الجريسلين ده تحفة جدا للشفايف، بيطر الشفايف جدا. ولو عايزة المكونات بتاعتي او عايزاها بلون اللون الوردي الجميل، هضيف 2 جرام من دم الغزال، هضيف كده 2 جرام الى 3 جرام. وخلي بالك عشان دم الغزال ده بيبهدل الدنيا، بصوا عمل لي ايه في ايديا، فخلي بالكم وانتوا بتستخدموه. وهقلب، شايفين اللون؟ اللون تحفة جدا، مش عايزه اقول لك بيخلي الشفايف جميله جمال، وكمان الترطيب عالي جدا. اهو بقى بالشكل ده كده، عسل النحل مع الجريسلين مع ميه التوت مع كمان دم الغزال التحفه ده، بيخلي الشفايف حلوه حلاوه. هجيب بقى اي صباع روج عندي فاضي بالشكل ده، وهبدا اعبي فيه المكونات بتاعتي. معجبنيش، خلاص. بصوا الكمية دي يعني تملالك 3 صوابع من اللي هو بتاع الروج ده. ودي كده هقفلها بالشكل ده كده، وعلى الفريزر لحد ما تنشف تماما، وبعد كده هطلعها استخدمها مكان الروج. حلوة جدا، بتورد الشفايف، بتنعمها، بترطبها، مش هنحتاج زبدة كاكاو مرة تانية، رهيبة جدا للشفايف، استخدموها. وما تنسوش تدعولي، وما تنسوش طبعا تكتبولي بتتابعوني منين، عشان ده بيسعدني جدا. ده وصلنا لاخر حلقتنا، اتمنى اكون فدتكم لو استفدت ولو بمعلومة. ما تنسوش طبعا اللايك للفيديو، وكمان شير في الخير، وشيروه لاي حد بتحبوه، لان بجد زبدة الكاكاو دي تحفة جدا، حاجة بيتي كده محترمة، وكمان بتجيب لي نتيجة من اول استخدام، بترطب الشفايف جدا وبتخليها في منتهى الجمال. السلام دايما ختام، مع السلامه.